السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا هاتف انفينيكس سمارت كارد X653، تغيير شاشة الهاتف LCD. هنا أسهل طريقة وأبسط طريقة لتغيير هذه الشاشة وجميع الانفينيكس بنفس الطريقة تقريبا، بنفس الطريقة باش غادي نخدموا هذا التليفون ديال افيشور، بنفس الطريقة اللي غتخدم به جميع لي زافيشور ديال انفينيكس. هذا الفيديو هذا للناس المبتدئين، اما الحرفيين فهذا ليس غريب عنهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نقوم بفتح هنا هذه الفيسات البراغي، هنا نقوم بفتحها عندما قمنا بفتح جميع الفيس ديال التليفون، نقوم بإزالة الشريحة. لا ننسى إزالة الشريحة لأنها ستعيقنا عند نزع هذا الغطاء، سنقوم بنزع هذا الغطاء بكليونة. هذا الفيديو للمبتدئين، أقوم بإزالة هذا الغطاء. فتح الهاتف، كل هاتف وطريقة فتحه. أما بالنسبة لتركيب شاشة الهاتف فهي طريقة واحدة لا غير. أقوم بإزالة البطارية بسحب هذه اللاصق، أقوم بتسخينه قليلا، بتسخينه على آلة التسخين، بتسخينه من هنا لكي يذوب اللاصق. حذاري من تقب البطارية، حذاري بكل يونة. أقوم بإزالة البطارية هكذا، وأقوم بتسريحها لترجع إلى أصله هكذا. هذا هو حزام الشاشة. هذه افيشور LCD انفينيكس سمارت كارد. أقوم بتنظيف هذا المكان الذي ستنزل فيه الشاشة الجديدة لكي لا تنكسر معي. أقوم بإزالة هذه الزوائد الصغيرة هنا لكي لا يقع لي مشكل على الشاشة الجديدة لكي لا تنكسر. فمن الضروري ومن الأهم تنظيف هذا المكان الذي ستنزل عليه الشاشة الجديدة. هذا شيء بسيط، وهذا الفيديو للمبتدئين فقط. حرفيين تقوم عندما يضعون الكرة التي تمسك الشاشة يقومون بكثرة، ومع ذلك تقوم بالخروج من الجوانب ولا يقومون بتنظيفها. فمن المهم تنظيف المكان عند الانتهاء، عند البداية وعند الانتهاء. كما تلاحظون هناك أوساخ كثيرة على هذا الهاتف. أقوم بتنظيف بفرشاة الأسنان جيدا لكي لا تبقى هناك أي زوائد هنا.
نقوم بتجربة الشاشة بتجربتها أولا، ثم نقوم بلصقها لكي إذا لم تشتغل سنعيد إرجاعها إلى الشركة. نقوم بتجربة الشاشة أولا، بعد كل شيء نقوم بوضع البطارية. الفيديو خاص للمبتدئين فقط. قم بإشعال الهاتف. أي شاشة أريد تركيبها لأي شخص أقوم بالتجربة أولا، البطارية فارغة، أقوم بشحنها قليلا. الشاشة كانت غير ملتصقة جيدا، استسمح. قمت بإشعالها، نعم اشتعلت معي. انفينكس اكس 653 الهوت كات النوت كات. اشتغلت معي الشاشة جيدا. أقوم بنزع هذه الشبكة متخصصة في الصوت، أقوم بنزعها لكي أركبها في الشاشة الجديدة. والآن سأقوم بلصق الشاشة. نقوم بوضع الكولا. نقوم بتركها تقريبا دقيقتان أو 3 دقائق. عندما تركناها 3 دقائق إلى 5 دقائق تقريبا، أقوم بوضع الشاشة في مكانها المناسب لكي لا أنسى شبكة صوت المكالمة. Thank you.
سأقوم بإرجاع الفيسات إلى مكانها. Gracias.